فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو نحكيو على اول مواضيعنا وكيل جديد اليوم هو استقالة عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي من مهامه. في التيتر اللي حطينا هل هي استقالة حقيقية ام هي كالعادة مناورة وهمية من رئيس النادي البنزرتي؟ على كل باش ناخذ اكثر تفاصيل وممكن نحاول نوصلوا الإجابة في الموضوع هذا مع زميلنا ومراسلنا في بنزرت رمزي بن غربية. رمزي اهلا بك. اسلام مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين على راديو اكسبريس اف ام. مرحبا باهي التيتر رمزي ممتاز في بلاصته التيتر عندك الجواب ولا الجواب نحاول نوصل له انا وياك اسلام، لانه بصراحة التيتر اللي اخترته تيتر ممتاز وممتاز جدا. هل هي بالفعل استقالة فعلية ام هي مناورة لتهدئة الاوضاع والجو العام في السياسة؟ ماهيش المرة الاولى اسلام انه عبد السلام السعيداني هبط على الصفحة الرسمية نتاعه مثل هذه الاستقالات. احنا نعرف انه نادي البنزرتي عنده موقع رسمي، نعرف اي حاجة رسمية طابت على الموقع الرسمي، واللحظة هذه ما فهم حتى شيء رسمي على الموقع الرسمي يعلن استقالة عبد السلام السعيداني. لو انه الكلام اللي كتبه عبد السلام السعيداني اللي فيه معناها برشا ابيات شعرية وبرشا مقالات وبرشا كلام معناها موجه ما وراء السطور يأكد فيه انه بنسبة كبيرة سيقدم الاستقالة. خلينا نكون واضحين اسلام انه في الفترة الاخيرة وسيرتو البارح معناها في 24 ساعة الاخيرة كثر الحديث انه فما اخبار باش تقول انه عبد السلام السعيداني سيقدم الاستقالة وستكون هناك هيئة تسييرية. ينجم اليوم الكلام اللي ديما نقولوها بط على الصفحة الرسمية نتاع عبد السلام السعيداني انه يبشر بوجود استقالة في الافق، لانه اليوم الوضعيه اللي وصلت لها نادي بنزرتي والناس كل تعرف في بنزرت وحتى خارج بنزرت يعرف الوضعيه اللي وصلت لها الجمعيه. اليوم الاستقاله هذه تنجم تكون رسميه حتى طابت في الموقع الرسمي، لكن خلينا نكون واضحين الناس شنو تحكي معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير السياسيه به تحكي في نفس التوجه اللي بديت به انت يا اسلام. فما شكون يقول مناوره وفما شكون يقول استقاله فعليه باش نعرفوه كما قلنا في الساعات القادمه، لكن بديت لعبات تتحدث لنا في بنزرت عن هيئه تسييريه. تعرف اسلام تكرارا ومرارا حكينا برشا هيئه تسييريه تسميو برشا اسماء وقتاش تصير الهيئه التسييريه، لكن فما البارح زاد كيف في الكواليس اجتماعات ولقاءات والنيه تتجه لتكوين بالفعل معناها هيئه تسييريه فعليه. اذا ثبتت بالفعل استقاله عبد السلام السعيداني هيئه تسييريه باش يكونوا معناها موجودين فيها وجوه رياضيه سيرت قبل وفيها ناس موجوده من هيئه الدعم ستتولى هي الاشراف. خلينا احنا نمشي واسلام ونقولوا انه الاستقاله هذه بالفعل معناها استقاله فعليه اذا كان باش تتجسد على ارض الواقع، معناها اوتوماتيكمون باش تكون هناك هيئه تسييريه باش يكونوا فيها الاسماء المعروفه في هيئه الدعم، باش يكون رئيسها على الاقرب باش يكون محمد رضا الشريف، باش يكون موجوده فيها مستاري الغربي، محمد حبيب مقداد، معز القلعي وعديد من الاسماء، وستكون مدعمه من رئيس لجنه الدعم السيد سعيد الاسود. لحد اللحظه معناها هذه الاخبار الموجوده لكن بصفه رسميه وعلى الموقع الرسمي مازال ما بط شيء. لو ان الموقع الرسمي هو بخلاف الموقع الرسمي رمزي اكيد عندك انت مصادرك ومعلوماتك في بنزرت الكتابه العامه، هل وصلتها حاجه من رئيس النادي ولا لا؟ وهل توجد كتابه عامه يا اسلام في النادي البنزرت؟ هذا هو السؤال. معناها ما فماش كتابه عامه لحد الان في النادي الرياضي البنزرتي. نعرفوا الهيئه نتاع عبد السلام السعيداني هيئه كلي مستقيله، الكاتب العام مستقيل، نائب الرئيس مستقيل، امين المال مستقيل على الورق لكن قاعد يسير في الدواليب الماليه للنادي. على الكتابه العامه مازال ما وصل حتى شيء. احنا نعرفوا اسلام حتى القرار اللي صدر الاسبوع الفارط نتاع قرار التجميد هو برصيف معناه يصدر من الكتابه العامه وانما صدر من الرئيس بيدو معناه عبد السلام السعيداني، وحتى التصحيحه جات من عبد السلام السعيداني. اليوم ما فماش كتابه عامه اسلام. اذا كان باش توصل ما نعرفوش اسكو مازلنا كيما قبل توصل للسلطات الجهويه الاستقاله هذه باش يتحرك ولي بنزرت ويلم كبارات النادي وبالفعل يتم الشروع في اختيار الهيئه التسييريه. الامور معناها ضبابيه كبيره. الحاجه المهمه خلينا نقولوا واضحين انه ان شاء الله معناها الامور هذه الجانبيه ما تاثرش على مردود الفريق كما اثرت الاسبوع الفارط. نذكر الاسبوع الفارط الملاعبيه ما تراناوش، الملاعبيه كانت تحولوا المباراه تطاويل معناها بزوز حصص تدريبيه وكريت معناها رغم ذلك المردود كان ممتاز ونادي بنزرتي معناها كان ينجم يروح بنقطه التعادل. اليوم فما هيئه الدعم هي قاعده معناها لحد الان تتحاور مع الملاعبيه بخصوص الشهاري بخصوص المنحه بخصوص توفير الحافله اللي مشات للتطاوين بخصوص الاقامه في النزل. اليوم مش كيما الايام الفارطه اسلام، اليوم فما ناس واقفه على خليها، فما هيئه الدعم، فما مسؤولين سابقين واقفين على الجمعيه، لكن المسؤولين هذوما مش تتجسد معناها الامور نتاعهم الفعليه ورسميه الا ما تتاكد الاستقاله الرسميه نتاع عبد السلام السعيداني. ولو انه باش تكون بنسبه كبيره هي في المره هذيا ماهيش مناوره اسلام، وانا باش تكون بالفعل استقاله، لانه اليوم عبد السلام السعيداني صحيح قاوم 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 في الاخر ما عادش ينجم
يقاوم اكثر من لازم، لانه لقى روحه وحده بعد استقاله نائب الرئيس واستقاله الكاتب العام واستقاله امين المال. حتى هم الكلام اللي قالوا انه عبد السلام السعيداني صحيح خدم في وقت من الاوقات اللي بدا بنزرتي، صحيح عبد السلام السعيداني الناس كل تتشكى وتتذمر في بنزرت، اليد حدا ما اتفقش مرحله وتتعدى وتجي هيئه تسييريه توصل للنادي بنزرتي الى انتخابات بعدها في جانفي تجي هيئه جديده وقت كتولي هيئه رسميه وشكون شي يقدم من هناك الوقت مازلنا ما نعرفش. الاستقاله رقم قديش هذه؟ والله نرجعوا للصفحه الرسميه تنشوفوا قديش من الاستقاله الصفحه الرسميه نتاع عبد السلام السعيداني. هو كل مره راهو باش يكونوا واضحين اسلام، كل مره وين تختنق الامور معناها وتكثر المشاكل ولا عبد السلام السعيداني يخرج ويعمل نص ويقدم فيه الاستقاله، لكن المره هذه باش نعرفوها رسميه ولا ماهيش رسميه في الساعات القادمه. كثر الحديث البارح واليوم الصباح انه لا تسييريه حاضر تستنى في الاستقاله الرسميه، هاي جات الاستقاله. هو اذا كان مش رسميه معناها علاش تنجم تكون، علاش هبط تدوينه كما من نوع هذا باش يربح وقت، علاش رمزي شنو السبب؟ هو كلام انت قريت النص البين معناها في برشا كلام معناها والله قريته ما فهمتوش. هو صحيح هو الكلام نورمال تكون استقاله يكون فيها اسباب، هاو علاش وهاو علاش هاو سبوني هاو عملوا لي هاو حاجه، اما نقرا في النصوص الشعريه وما يفهمش شنو علاقتهم بكره القدم معناها يحب يورينا اللي هو معناتها ما فهمتش مثقف ياسر. هو عبد السلام السعيداني الكلام هذايا معناها حسب ما فهمت انه باش يفهموه الناس اللي تفهم وراء السطور انه اي جات اليوم الاستقاله او شنو الاسباب معناها فسرها بطرق ابيات شعريه معناها حكي على العهد حكي على الوفاء حكي على الناس اللي وقفت والناس اللي ما وقفتش. باش نلخص اسلام مش وقته الكلام هذايا، كان من الاجدر استقاله تتكتب معنى استقاله رسميه على الموقع الرسمي خلي تتحل وضعيه السي بي، لانه اليوم صراحه وضعيه نادي الرياضي البنزرتي اللي عاشته في العشر ايام الاخرانيه ما عاشتوش في تاريخها 93 سنه، اليوم وضعيه النادي البنزرتي تتطلب وجود هيئه فعليه معناها موجوده في بنزرت، بصراحه اليوم ما فماش هيئه فعليه تخير معناها الدوله وما فماش هيئه وزيد اللعب على اعصاب الجمهور معناها هاو استقلت وما استقلتش يا خويا تحب تستقيل وامشي اعمل فما طرق قانونيه قدم بهم، علاش تهبط على الفيسبوك ومن عرفش شنو؟ هو فما زوج طرق قانونيه اسلام، اليوم فما كتابه عامه اللي هي بطبيعتها ماهيش موجوده، وفما نرجعوا كما النظام السابق قبل كان الرئيس الجمعيه يزي يقدم الاستقاله نتاعو في الولايه، معناها من الاجدر اذا كان اليوم ما فماش معناها كتابه عامه من الاجدر تبعث رساله خطيه بالميل تبعثها باي طريقه الى ولي بنزرت تعلن فيه رسميا اني قدمت استقالتي، بما انه هو المشرف الاول على الجهه يعيط لكبارات النادي يعيط لسعيد الاسود ينجم يكون هيئه تسييريه، لو انه لا هيئه تسييريه نعاود ناكد لك اسلام حاضره موجوده تستنى في الاستقاله هذه. على ذلك نقول ان الاستقاله بنسبه كبيره باش تكون معناها رسميه، لانه الهيئه الحاليه التسييريه حاضره تستنى في النص الاستقاله، ينجم يكون الاستقاله اللي كتبها اليوم مازال صحيح مناوره مازال باش تمس بمشاعر الهيئه التسييريه او بمشاعر الاحباء نادي بنزرتي، هذا والف به جمهور السيابيه منذ مده والفوا به الناس هنا في بنزرت، لكن شكون الخاطر الوحيد اللي نعاود ديما نحكيو كرويا هو الفريق نادي بنزرتي. بصراحه نادي بنزرتي اليوم عنده جمعيه فيها برشا وليدات صغار وعنده جمعيه تلعب كره مليح، لكن الظروف الاحترافيه الكل ضد الفريق هذا. ان شاء الله في الساعات القادمه تتاكد رسميه طابت على الموقع الرسمي وكيكا نجموا نحكيوا على بدايه انفراج في الوضعيه التسييريه نتاع نادي بنزرت. ان شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك رمزي بن غربية على كل هذه التفاصيل. بعد شوية باش يكون معنا رياض حيزم طبيب الاتحاد المنستيري نحكيو معاه على إصابة اللاعب ماهر بزغير.